فيما يخص الشق المتعلق بالمواقع التواصل الاجتماعي فإن التشريع الوطني المتعلق بالإعلام والاتصال يؤطر وينظم ما يتم نشره على وسائل الإعلام محدد في الصحف الورقية والإلكترونية القانون 13 88 13، وفي الإذاعة التلفزيونية القانون 77 03، والقانون ديال الأكا قانون 11 15. أما التجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير الفيديوهات داخل البيوت المغربية توثق الحياة الخاصة للأفراد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فإنها لا تخضع للرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال، والذي لا يطال المضامين اليوتيوب وغيره من المواقع التواصلية. وفيما يتعلق بالممارسة الأساليب القذف والتهديد والعنف، فإن المشرع المغربي أنتم سيدة النائبة قد جعل هذا الجناح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية التي يمكنها تحريك المتابعة إذ رأت تجاوزات من هذا القبيل بهذه الفيديوهات، وذلك بناء على الشكاية من المتضررين. وبالتالي فإن ما دامت التدابير التشريعية الوطنية تكفل احترام حقوق المواطنين وتمنع المس بها، فإنه يحق لكل من يرى نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء. أما حدود تدخل الوزارة فهي لا تتجاوز ما هو تحسيسي وتوعيعي داخل دور الشباب والمراكز الثقافية، وهو ما نسعى اليوم للعمل عليه عبر جعل هذه الفضاءات مكانا للتأطير للشباب والجمعيات. شكرا.